نحو 10 ملايين سيارة كهربائية بيعت حول العالم في 2022، ومع بدء إقبال الناس على اقتنائها وتراجع أسعارها مؤخراً، نرصد لكم أرخص 5 سيارات كهربائية عالمياً. سيارة سيتروين زد زيرو 24,000 دولار، سيارة شيفرولي بولت إي في 27,000 دولار، سيارة شيفرولي بولت إي يو في 28,000 دولار، سيارة فيات 533,000 دولار، وما يلفت الانتباه في هذه القائمة هو غياب شركة تسلا الأمريكية، رغم أنها الأكثر شهرة بعالم السيارات الكهربائية.